البرنامج اللي جبت لك دابا راه فابور، ما كاينش كريدي ولا ربط من هنا واحد خمس سنين 10 المليون فابور. السلام عليكم الاخوات، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم الف مرحبا. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم 10 المليون فابور، غادي 10 المليون هكذا غادي تسبوها مع هكذا غيعطيوها لك شيك فابور ما غتخلص فيها حتى شي درهم. ما كاينش كريدي ولا ربط من هنا واحد خمس سنين ولا من واحد عامين عاد تبدا تخلص ولا شي حاجه، داكشي غنساه. انا كنهضر لك على 10 مليون فابور وبالدليل، هاد الدليل ها هو حدايا عندي في اليد ديالي. هاد 10 مليون الاخوان بزاف ديال الفرص جاو مؤخرا باش يدعموا الشباب بحال انطلاقه، برنامج انطلاقه، برنامج ديال فرصه، المهم بزاف البرامج، ولكن كاملين هاد البرامج هادو فيهم بحال واحد مهم بحال واحد كريدي، يعني خاصك تخلص كريدي، يعني نعطيوك 10 مليون ولكن خاصك ترد لنا ب 10 مليون او اكثر، ولا تقدر ترد غير 10 مليون يلا. ولكن هذا البرنامج اللي جبت لك دابا راه فابور، كيعطيوها لك وما كيتبعوك حتى في شي حاجه، كاين واحد الشروط، تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوف واش كيستوفاو فيك هاد الشروط ولا ما كيستوفاش فيك. بالنسبه للبرنامج اجي تشوف معايا، البرنامج هو هذا برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا البرنامج غادي نشرح لكم كل شيء بالديتاي شنو كيطلبوا منك. هادو الوراق من كتمشي لعند المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كيعطيوك هاد الوراق هاد، وانا نقول لك الشروط باش تقبل في هاد المبادرة هاد. اول حاجة الاخوان كيطلبوا منك واحد المرافقات ولا واحد الوثائق اللي خاصهم يكونوا عندك ضروري، نسخة البطاقة الوطنية معروفة، نسخة الدبلومات الشواهد محصل عليها، يعني إذا كانوا عندك واحد الدبلومات ولا هذي كيدعموا لك الدوسي ديالك، والوثيقة تعزز فكرة المشروع وقابلية الإنجازية، يعني أنت شي وثيقة كتثبت بأن أنت عندك واحد الدراية على هذا المشروع، صورة شمسية وسيرة ذاتية وعرض الأثمان. هذا العرض الأثمان هو اللي غادي تحتاجوه الإخوان ونقدر نفيدكم فيه، اللي هو الدوفي ديال الماتريال، زائد هنا آخر أجل ورقم الهاتف هذا إلا بغيتي تستفسر على شي حاجة. دابا نجيو الإخوان شنو كيطالبوا في دابا، هذا هو الدوسي ديال المبادرة الوطنية، كيطالبوا كيعطيوك واحد الورقة ديال بطاقة المشروع. هاد بطاقة المشروع خاصك تشرح فيها المشروع كامل، اللي هو اسم المشروع، اسم صاحب المشروع اللي هو أنت، عنوان صاحب المشروع، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وهاد المعلومات كاملة، التجارب المهنية، شحال ديجا خدمتي في هاد المشروع هذا، شكون كتعرف عليه، رقم البطاقة الوطنية، وهادشي كامل، واش أنت مقاول ذاتي ولا شركة ولا تعاونية وغير ذلك. اللي كنعرفوا الإخوان شحال هذه كانت المبادرة الوطنية كتعتمد على الناس اللي عندهم الإعاقة ولا اللي عندهم واحد مشكل جسدي ولا عندهم، يعني كتعاون هذوك الناس وكتعاون التعاونيات وكتعاون الجمعيات، ولكن مؤخرا إخوان هذا البرنامج دخل على واحد المساعدة كيعاونوا الشباب مؤخرا، لأن دورو بزاف البرامج، هاد البرامج كاملين كيعاونوا الشباب، ومنهم المبادرة الوطنية حتى هي دخلات بهذا البرنامج الملكي اللي كيقول لك ضروري خاصكم تدعموا الشباب، المهم ماديا كيعاونوك 10 المليون فابور. غتقول لي كيفاش فابور، غادي نجي نقول لك شنو هنايا. المهم بالنسبة للمقاولة كتعرف المقاولة إلا كانت فايتة عام راه ما مقبولاش في نظام ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إذا كانت عندك مقاولة أقل من عام غادي تستافد، ولكن إذا كانت فوق عام راه ما غاديش تستافد. عندك حاجة أخرى اللي هي مقاول ذاتي، الناس المقاولين ذاتي تا هما كيستافدوا. عندك الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجة، يعني لا مقاول ذاتي ولا شركة ولا تلعبة، تا هما كيستافدوا، هذوك هما اللي كيستافدوا. دابا الإخوان شوفوا هنايا كيقول لك خاصك توصف المشروع، هنا شنو كيطلبوا منك، توصف المشروع بأكماله مع الخدمات المنتوجات، المهم خاصك تكون عارف المشروع الإخوان، خاصك تكون عندك عارف المشروع، يعني ديجا خدمتي فيه كتبراتيكي فيه، عارف فيه بزاف الحاجات، ماشي غير تجي وتقول أنا أنا خصني ندير واحد المشروع ديال مطعم وصافي طاحت لك فكرة وتمشي. راه مين كيعطيوك هاد الوراق وكتعمرهم كتعطيهم لهم كيعيطوا لك باش يدوزوا معاك واحد المقابلة، واحد المقابلة هي لونتروتيان، كيعيطوا لك كيدوزوا معاك واحد المقابله وكيسولوك هذوك الناس خبراء، المهم خبراء في هذا الشيء المشاريع وكذا، راه ماشي اي ناس عاديين، كيسولوك على شنو كتعرف على هذا المشروع، يعني انت الا كنتي حلاق راه كتعرف في المشروع ديال الحلاق، الا كنتي نجار راه كتفهم في النجاره، المهم راه باين اللي كيفهم في واحد الدومين وباين شي واحد اللي غا خصو يترمى على شي مشروع، يعني خاصني ندير كذا وكذا.
خاصك واحد الحاجه مهمه الاخوان في هذه المبادره الوطنيه التنميه البشريه، هو خاصك تبين بان المشروع ديالك راه غادي يستافدوا منه اكبر عدد من الاشخاص، وهذه مهمه النقطه هذه الاخوان خاصهم يركزوا عليها. اكبر عدد ديال الاشخاص شنو زعما؟ مثلا انت غدير مطبعه، مشروع ديال المطبعه، شكون اللي غادي يستافد من مشروع المطبعه؟ غادي يستافدوا من الناس اللي غادي يجيبوا لك الخدمه، الناس اللي غادي مثلا يجيبوا لك المواد الاوليه، الناس اللي غادي تشري من عندهم الامداد، الناس اللي غادي تشري من عندهم لي ماشين، الناس اللي غادي ليفرور اللي غادي يتواصلوا معاك، الناس الروفوندور اللي غادي يجيو يخدموا يطبعوا عندك ويمشيوا هذيك، الناس العاديين، المشاريع الاخرى بحال اللي غادي تلصق لهم مثلا ولا غتطبع لهم ولا غادي تلصق لهم ولا غادي تخدم معاهم، الشركات اللي غادي يتواصلوا معاك باش يخدموا عندك ويطبعوا عندك. يعني خاصك تبين بان المشروع ديالك داير بحال شي شبكه، يعني غادي يستافدوا منه بزاف ديال المجتمع، وما يكونش مشروع بحال اللي اناني زعما غتضرب على راسك فقط، يعني غنشد 10 مليون نخدم مع راسي وانا نربح والعالم حتى شي واحد ما غادي يستافد موراي. يعني المشروع ديالك خاصك تبين بان المشروع ديالك راه غادي يستافدوا منه بزاف ديال الناس. هذه نقطه مهمه الاخوان، وحاولوا تركزوا عليها في الوراق ديالكم. يعني من كيقول لك شكون هما المستفيدون مباشرا ولا غير مباشرا من المشروع، خاص تبين بان راك انت غتستافد طبعا، ولكن غادي يستافدوا معك بزاف ديال الناس. خاصك تذكر هذوك الناس اللي غادي يستافدوا معك، بحال ليفرور، بحال اللي غادي يجيب لك المواد الاوليه، بحال الناس اللي كيعملوا الصيانه ديال الالات، بحال الشركات اللي غادي يتعاملوا معك. مهم خاصك تدخل معك بزاف ديال الناس. هنا كيجيو كيقولوا لك مبلغ مقدر لانجازه، المبلغ المقدر الاخوان لانجاز المشروع واللي المبادره كتقدموه هو ما بين 10 مليون و 30 مليون، كاين المساهمه ديال 10 مليون وكاينه ديال 30 مليون. هنا الاخوان كاين واحد الشرط بسيط اللي هو كيقول لك خاص تجهيز المحل كيكون على حسابك، طبعا هذا كيتعتبر بحال 20%، حيت هما في الاول الاخوان كانوا عاملين 60% يعني على حسابهم و 40% على حسابك، ولكن دابا مؤخرا داروا بحال 80% على حسابهم و 20% على حسابك، وهاد 20% كتكون معنوية، او مثلا انت عندك غدير واحد جوج المليون مثلا، خاص تستافد من 10 مليون، جوج المليون غتحطها في البنكة، زعما راني عندي جوج المليون باش نقدمها لهذا المشروع هذا. يعني انا عندي جوج المليون اللي هي 20%، و 20% اخرى بحال دابا محال، عندك محال، عندك كذا. وبالنسبة للناس اللي غادي تقول لي انا ما عنديش محل، كيفاش غادي نجيب محل؟ راه تقدر الاخوان تمشي عند اي واحد عنده محل يعطيك وعد بالكراء، يعني ورقة يدير لك فيها وعد بالكراء، يعني انا كنوعدك بان الا شديتي هذا المشروع هذا ولا عطاوك المساهمه ديال 10 مليون راه غادي نكري لك، يعني هذا غير وعد. وديك الوعد ما كيكونش فيه الفلوس ولا شي حاجه، يعني كتفاهمي مع مول الدار كيعمل لك وعد بالكراء فقط، وهذا كافي بالغرض. حاجه اخرى الاخوان هي الدوفيات، كتجيب الدوفيات من عند الشركات، غادي يطلبوا لك ثلاثه ديال الدوفيات من عند الشركات، كل شركه غادي تجيب من عندها دوفي باش يشوفوا احسن دوفي اللي غادي يستقبلوه مع شي شركه. يعني الدوفي خاصو يكون ما فيهش الكذوب، ما ديرهمش ماكينه مثلا كتسوي 6 مليون وانت معمر لهم 10 مليون، راه معيقه وراه كيعرفوا الاثمنه ديال الماشين وديجا مدوزين المشاريع، وبالخصوص حال هاد المشاريع المطبعه راه عارفينهم شحال كل حاجه شحال كتسوي. زائد الاخوان هنايا واحد تصرح بالشرف، زعما كتصرح باللي زعما انت انا الموقع اسفله، اشهد السميه ديالك، اشهد على نفسي وانا كامل الوعي والادراك، زعما باللي تقدمتي لطلب مشروع ديال شي مشروع فلان فلاني للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه في سنه كذا، وخاصك شو واحد الشرط هنايا اللي دايرين، ولست عاملا بالقطاع الخاص. يعني شو انني حاليا اشهد على نفسي زعما انني حاليا لست موظفا، يعني ما خصش تكون موظف وما خصش تكون خدام في القطاع الخاص، يعني في شي شركه، يعني خصك تكون حر او لا خصك تكون مقاول ذاتي او لا تكون شركه، ولكن ما ضرباش عام. كما انه لم يسبق لي الاستفاده من الدعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني ما استفدتش ديجا، وهذا التزيمو هذه والسينياتور صافي، وكتجمع الدوسي نعم سيدي هذا في الوثائق ديالك وكتدفعو. ولا كنتي كتستاهل الاخوان راه كدي 10 مليون فابور، يعني
ما كترداش كريدي، ولكن بشرط انك ديك لي ماشين اللي خرجوا لك عليهم دوفي ما عندكش الحق تبيعهم. مثلا هاد الماكينه هادي مثلا هاد السيري اجي معايا لهنايا شوف، هذا مثلا قدمت لهم مشروع ديال هاد الماكينه هادي، هاد الماكينه راه فيها واحد السيري هنايا وشريتيها وراه كيكون عندهم الوثائق ديال هاد الماكينه هادي، يعني هاد الماكينه هادي واخا يضرب واحد عام ولا عامين راه ما غاديش غادي يرجعوا لهاد السيري هذا وغيشوفوه واش مثلا هو هذا السيري ديال ديك الماكينه، يعني ما بدلتيهاش ما بعتيهاش، يعني باقا هي هادي، يعني ماشي تشبر لهم مثلا تشبر هذيك الماكينه من الاول عام وتشبر وتبقى تبيع، وداك الشيء راه ممنوع، ممنوع تبيع شي ماكينه شراوها لك ولا عطاوها لك، يعني هما كيعطيوك واحد الشيك وديك الشيك كيتوجه للشركه اللي غادي تشري من عندها، وهذيك الشركه اللي كتشري من عندها هي اللي كتعطيك الالات، الالات كل حاجه بالسيري ديالها وما كيفيريفيو هذاك الشيء هذا، يعني انت ما من حقكش تبيع هذوك لي ماشين هذوك، من حقك تستافد منهم ولكن ما من حقكش تبيعهم، وانك ما غادي تسرب لا كريدي لا حتى شي حاجه. هذا هو الشرط اللي عندي، وكنشوف انا هذا الشرط واعر بالنسبه للشباب اللي باغي يستافد، راه شرط واعر، واللي باغي لي ماشين واللي باغي لي دوفي ديال هاد لي ماشين ديال الطباعه تواصل معايا ان شاء الله، مصيفط له الدوفيات واللي ماشين السيريات والاثمنه وكل شيء، ومرحبا بكم، كنتمنى يعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.